يا صباح الخير، صباح الهنا، صباح النصر على حضراتكم جميعا، جمهورنا واهالينا من جمهور الاهلي كل مكان في العالم وكل مشاهدينا في كل حته. صباح الخير، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي النهارده 6 سبتمبر 2020. مش عارفه، حاسه الشهر ده جري بسرعه، يعني كنا لسه في 1 سبتمبر. مش عارفه، صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه الاهلي اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا معانا بكل فقراتنا وبكل اخبارنا اللي هنبتديها معاكم باحتفاليه رائعه حصلت امبارح. احتفاليه رائعه جدا، بس خلينا قبل ما نروح للاحتفاليه والخبر الاول ونبدا حلقتنا يعني النهارده، عايزين بس ننوه ان احنا النهارده معانا نجم. احنا شويه كده حاولنا انا وكريم برضو نقعد ونحاول نجيب افكار جديده، ولقينا ان فكره كمان ان احنا نربط الفن برياضه جميله جدا، ويمكن دي تكون كده فيها رساله علشان الناس برضو تقتدي بالنماذج اللي احنا بنجيبها من الفنانين والناس المعروفه ان هم بيمارسوا رياضه، وتبقى كده زي رساله ضمنيه علشان كلنا نقدر نرجع تاني نمارس رياضه ونشجع بعض. معانا اللي هو مش عارفه اقول النجم او الفنان ولا الاعلامي الزميل، هو عمل برنامج من كام سنه كده، يمكن عام 2007 في رمضان تحديدا، كان برنامج في رمضان مقالب، بس نجح نجاح كبير جدا وكسر الدنيا، مش بس في مصر، كسر الدنيا في الوطن العربي كله. فمعانا النهارده هيكون مشرفنا النجم عمرو رمزي، وهنتكلم معاه طبعا عن الفن شويه، بس هنتكلم معاه اكتر عن الرياضه. وهو هو على فكره اهلاوي جدا وبيحضر كان ماتشات ومتعصبين جدا، فهنتكلم معاه عن كل الامور دي ان شاء الله النهارده، هتبقى فقره حلوه قوي. لو حد كمان حابب ان هو يساله اي سؤال على فكره ابعته لنا، ممكن ان احنا نقرا التعليقات النهارده في الفقره بتاعته، يعني فيل فري زي ما بيقولوا. نبدا بقى اول اخبارنا، وامبارح زي ما كريم كان بيقول كده كلنا شفنا تنظيم على اعلى مستوى، حاجه مشرفه جدا لحفل قرعه كاس العالم لليد اللي هتنظمها مصر ان شاء الله في يناير 2021، والاول مره هتكون البطوله دي ب 32 منتخب. بصراحه اختيار المكان كمان عند سفح الهرم، فقرات الحفل اللي عبرت عن مصر، وطبعا في مقدمتهم كمان فقره الموسيقار العظيم عمر خيرت، الى جانب تقديم فقرات كانت جميله جدا من خلال خالد النبوي الفنان الكبير خالد النبوي، والجميله انجي المقدم، وطبعا الاعلاميه الزميله جاسمين طه. كل ده خلينا نقول قال للعالم ان مصر موجوده قادره على احتضان العالم. كمان حرص الاتحاد الدولي على دعوه الكابتن حسن حمدي رئيس الاهلي السابق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي. الحفل كان اكثر من رائع، ودايما كنا احنا برضو في البرنامج ده حريصين ان احنا نربط ما بين الرياضه والسياحه، فاكر يا كريم دايما كنا بنحب. فاعتقد ده اكبر مثال حي اهو، فكره ان انت رياضه وفي نفس الوقت السياحه، العالم كله هيشاهد، العالم كله هيتابع، في حاجه حقيقي مشرفه جدا الحقيقه. ايفنت حاجه كده، حاجه شيك بالمعنى الحرفي. طبعا اللي شفناه امبارح ما كانتش قرعه بطوله بقدر ما كانت لوحه فنيه متكامله الاركان. وهنا الحقيقه لازم نتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وطبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي الحقيقه كلهم مهتمين اهتمام ملحوظ بالرياضه بمختلف اتجاهاتها، سواء كانت رياضه رسميه او حتى مجتمعيه. امبارح العالم كله كان بيتكلم على التنظيم وعلى هذه الفعاليه وعلى هذا الحفل المشرف، وكلموا كمان عن مصر اللي بتقدر تعمل فعاليات مبهرة زي ما شفنا كده امبارح، وطبعا بتستعد لبطولة كبيرة جدا بكافة الإمكانيات في ظل جائحة كورونا، وده دليل على أن مصر كالعادة دولة كبيرة وتقدر دايما تتحدى وتقدر دايما تحقق نتائج مبهرة. دي طبيعة المصريين، وده اللي قاله بالمناسبة الدكتور أشرف صبحي امبارح، قال نصا أن تنظيم القرعة بهذا المستوى كان رسالة للعالم كله أن مصر قادرة على تحقيق الحلم. ده كلام حقيقي وكلام محترم جدا. نكمل بقى مع حضراتكم برضو بعض الأخبار الخاصة بالموضوع ده، وإن المدير هنا الفني لمنتخب مصر لليد اختار المجموعة السابعة اللي بتضم هنا السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية اللي لسه هيتحدد. طبعا احنا عارفين إن الدولة المستضيفة لأي بطولة هي اللي بتكون بتختار المجموعة اللي بتبدأ بيها البطولة. الأسباني روبرتو غارسيا المدير الفني لمنتخب اليد علق على اختياره للمجموعة السابعة قائلا: تحدثنا كثيرا عن كافة المجموعات والفرق في البطولة، وبالطبع كافة المنتخبات صعبة، والسويد فريق نعرفه جيدا لأننا لعبنا أمامه من قبل، وربما نكون نعرف عنه أكثر مما نعرفه عن كافة المنتخبات الأخرى في هذه المجموعة التي سنلعب فيها.
خلينا بقى نروح مع حضراتكم بعد كده لاخبار فريقنا. فريق الاهلي قدم رانا امبارح على ملعب التتش ده استعدادا لمواجهه حرس الحدود المقرر لها بكره ان شاء الله الاثنين ضمن منافسات الجوله 25 في بطوله الدوري الممتاز. اشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم اجرى الجهاز الفني تقسيمه قويه بمشاركه حارسين للمرمى، فيما خاضت هنا المجموعه التي شاركت في مباراه وادي دجله تدريبات استشفائيه، وقدم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات هنا منفرده تحت اشراف بيكون يمكن ميشيل ده مدرب الحراس، ده طبعا هيكون قبل المشاركه في تقسيم الكره. اللي حصل كمان ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عقدوا جلسه تنسيقيه على هامش تمرين امبارح اللي اقيم على ملعب التتش، وناقش فايلر وعبد الحفيظ كل الترتيبات الاداريه والتنظيميه الخاصه بالمرحله اللي جايه ان شاء الله ابتداء من مواجهه حرس الحدود ضمن منافسات الجوله 25 من الدوري العام المصري. نكمل مع حضراتكم. رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف الموافقه على مطالبات تاجيل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مؤكدا اقامه مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري، على ان تقام ايابا يومي 2 و3 من شهر اكتوبر المقبل، دون وجود نيه من قبل الاتحاد الافريقي اصلا لكره القدم على اجراء اي تعديلات في تلك المواعيد. وكانت تقارير مغربيه قد كشفت ان كاف قرر تاجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية دون تحديد مواعيد جديدة لإقامة المباريات المؤجلة، وده طبعا خلينا نأكد مش مظبوط. طيب أنا عايز أقول إن أخيرا يعني قري على كريستيانو رونالدو عمل شغل نار. والله العظيم فاكرة كان أول 3-4 حلقات. بص أنا لو هشوف هو بصراحة أنت السبب، أنت اللي ورا الموضوع اللي جاي كل ده. كل أصابع الاتجاه ملهاش حل بتتجه ليه، أنا لوحدي قعدت أنبر عليه بتاع 3-4 أيام ورا بعض. كويس إنك بتعترف. لا دي حقيقة، الموضوع كان على الهواء مباشرة. بص يا حضرات الغلبان كريستيانو رونالدو حصل له ايه؟ افادت تقارير صحفيه بان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن مباراه منتخب بلاده امام نظيره الكرواتي ده ضمن الجوله الاولى من دوري الامم الاوروبيه. ليه بقى ده حصل؟ بسبب لدغه نحله عملت له التهاب في قدمه اليمنى، وقال المدير الفني للمنتخب البرتغالي اصبحت قدم رونالدو حمراء للغايه وادركنا انها لم تكن بسيطه لكن ستكون عدوى في القدم وتمت معالجتها وبالمضادات الحيويه. يعني انا مش عارفه اقول ايه الصراحه. الف سلامه يا رونالدو والله. عشان يبقى يعرف يستفزنا باخباره. صحي الصبح ونزل المحيط وتاني يوم مش عارف صحي الصبح وراح فين، ودي نتيجه الكلام ده هنعمل ايه؟ كانت اجازه قويه فعلا. خلينا برضو نضيف هنا عشاء طبعا رونالدو احرز هو 99 هدف بانتظاره، كانوا يعني منتظرين وصوله من خلال هذه المباراه ان هو يوصل رقم 100 بقى في مباراته امام كرواتيا عشان يصبح كده تاني لاعب في التاريخ بيحقق هذا الانجاز بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات المهاجم الايراني علي دائي اللي سجل 109 هدف. على كل حال يعني ربنا يقومه بالسلامه وما نسمعش عنه حاجه وحشه تاني. تعالوا بقى نروح نتكلم على خبر في منتهى الاهميه بيأكد على ان الرياضه هي أخلاق في المقام الأول. يعني الحقيقة الخبر بتاعنا خاص بالمباريات الخيرية وللسبب غير أخلاقي تم استبعاد أحد اللاعبين منها. اللي حصل كالآتي، منظمو المباراة الخيرية السنوية لجمع الأموال للأطفال المحتاجين برعاية منظمة اليونيسيف استبعدوا الإيفواري يايا توري لاعب مانشستر سيتي السابق من الحدث. طيب اللي حصل ده حصل ليه؟ ببساطة شديدة بسبب فيديو غير أخلاقي أرسله هذا اللاعب عبر واتساب لمجموعة من الأشخاص، وبعد اللي حصل وبعد ما حصلت ردود أفعال واسعة جدا قام توري البالغ من العمر 37 سنة بحذف مقطع الفيديو وكل الرسائل اللي كان رسلها بعديها، وبعد أن تعرض لانتقادات لاذعة من ناس كتير جدا الحقيقة وعلى رأسهم مجموعة من السيدات كانوا موجودين في ضمن مجموعة الدردشة اللي هو بعت عليها هذا الفيديو، وطبعا قدم اللاعب اعتذاره. يذكر أن يايا توري لعب في صفوف عدة أندية أشهرها برشلونة ومانشستر سيتي وحاليا يعني يعتبر لاعب حر. وبصراحة اللي عمله برضه مش بسيط. محدش يعمل كده فعلا. يعني مش كده أبدا. هي السوشيال ميديا أصلا كارثة في حد ذاتها لو استخدمت يعني بشكل غير سليم. طبعا. نروح بقى لحكاية تانية، حكاية روسية زي ما احنا قلنا كده بنحب دايما نجيب لحضراتكم خبر فيه كده نوع من النوستالجيا بس في روسيا بقى عن مباراة روسيا أمام البرتغال. دي كانت سنة 2004 اللي اتغلبت فيها روسيا كان بقى
7-1 بصراحة كانت خسارة كبيرة جدا. كشف وزير الرياضة والاتحاد الروسي لكرة القدم سابقا أن الرئيس فلاديمير بوتين استدعاه وقتها بعد الهزيمة وسأله معترضا ما هذا، وأعطى الرئيس بوتين هنا الضوء الأخضر وقتها لاستضافة بطولة كاس العالم في إشارة أنه لازم منتخب روسيا يبقى أقوى من كده. الوزير الروسي بيكمل كلامه بيقول جرى حديث بيننا، لماذا لا نستطيع القيام بذلك؟ لماذا لا نستطيع اللعب؟ قلت ان لدينا مدارس رياضيه للاطفال والامكانات موجوده. بعدها بدات هنا صحوه ورحله وصول، ونجحت روسيا في استضافه بطوله كاس العالم لكره القدم عام 2018، وحقق كمان منتخبها افضل نتيجه له في تاريخ البطوله بصعوده الى الدور ربع النهائي اللي خسر فيه امام وصيف بطل المونديال نظيره الكرواتي بركلات هنا الجزاء الترجيحيه. طيب احنا دايما حضراتكم زي ما اكيد بتتابعونا باستمرار، احنا بيكون عندنا مساحه كافيه ان احنا نعرفكم على ابجديات الرياضه. ده بالنسبه للناس الغير متخصصه، الناس اللي يعني مش محترفه قوي في مساله الرياضه. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي مجموعه من النصايح الرياضيه ونحاول نشجعكم ونشجع نفسنا من خلالها على ممارسه الرياضه. هنشوف فيديو جراف خاص بنصائح للمبتدئين بعد العوده من هذا الفاصل. اتفضل.